شغل الخيمية لسه عليه طلب؟ تنقيات أو قيادة، بس طبعاً غير الأحسن. كما اللي هو تمام، ايه اللي عليه طلب اكتر، اليدوي ولا الطب؟ انا شايف الرسومات دي بتبقى انت محددها الاول ولا بتبقى في دماغك؟ بترسم قبل ما نشتغل. اه بس الاول لازم تتعلم كده. كان في الوان معينه كنتوا ملتزمين بيها اكتر من كده؟ دلوقتي كل حاجه كان الاول في الوان فعلا معينه. اه النبيتي والاخضر وكان الازرق. اه لكن لان الدرجات دي اسمها ازرقات، ازرق ولبني وكحلي، وفي اللي هو لا اللبني اللي هو ده ما يخش الشغل دلوقتي. دي ايه قصايص؟ لا شهاد ده محلات. اه مش قصايص. القصايص بيتعمل منها ايه بقى؟ لا بص كله تياب. سرعة صحيح تبقى القماشات مش بتاعتنا اللي هي بتاعت الجلاليب الحاجات دي ما تمشيش معايا. الطبلوهات دي بقى يعني انا شايف مساحات مختلفة من الطبلوهات. طبعا يعني في مثلا من 45 الفضولية دي. 45 دي مثلا 90 في متر. ده الطبلوه في 2.5 في 2.5 ده مفرش. ده مفرش ولا بيبقى جداريه؟ ممكن الناس تعلقه على الحيط ممكن تفرش على السرير. طبعا ده عشان عصافير تعلق على الحيط. يعني الديكور. لكن اللوت الشغل ده بياخده مصريين اكتر ولا الاجانب؟ الاجانب هم اللي بيقدروه اكتر. في بعض زباين بتبقى زباين المحل. بيبقوا زباين المحل. منين؟ يعني جنسياتهم ايه؟ اجانب. في اجيال جديده ولا؟ بسبب ما فيش حد عايز يتعلم. كل الشباب عم تكتب ومش عارف ايه. معلش احنا عندنا الساعه 9 الساعه 9 بالليل 12 ساعه. هات لي شاب يقعد ساعتين على بعض كده يشتغل. مش هيزن. ممكن مثلا في شغل مطلوب ممكن اقعد لغايه الصبح عشان حاجة مستعجلة مثلا مفرش وصاحب مسافر. ده بالذات لازم نهتم بيه. في رسومات معينة الناس بتيجي تطلبها؟ مثلا احنا دلوقتي شايف اللي حضرتك دي ده عربي ده لوجيس. في ناس مثلا قوي لوجيس. في مثلا مقاسات بقى معينة يعني دي قيمة تبع المثل. شايف اللي حضرتك دي؟ ده الوانها غريبة شوية. تمام. ايه؟ عايز يعمل حاجة جديدة. مثلا ايه؟ في حاجات ما تنفعش تركب مع حاجات. بتحطها تلاقي بتطلع زي ما حضرتك جميلة جدا. ده مثلا عصافير. العصافير اللي ربنا خالقها بتبقى نفس الحاجات دي ملونة. فتلاقي مثلا عصفور أحمر أخضر أصفر أزرق أسود مش عارف إيه. فلازم العصافير تبقى داخلة فيها طول الألوان ليه؟ عشان تشوف السمك. المعظم هو السمك. لا السمك غريب.